السلام عليكم ورحمه الله. شفتي العنوان؟ شفتي المينياتور؟ دونك داخل على اساس باش تشوف الثمن ديال هاد الديكورات هادو. نتلاقاو بعد الانترو. السلام عليكم ورحمه الله خوتي خواتاتي، رحنا رجعنا لكم من جديد وبديكور جديد. تحيه لكم وتحيه للمشتركين فهاد القناة هادو. كنتمنى الجمهور الجديد لك أول مرة كيشاهد هاد القناة هادي يدير اشتراك ويدير لايك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وشكرا لكم. هذا محل أدبيت ديال البنات، هذا ديكور عصري اللي تبارك الله اللي عطا واحد ديكور زوين واللي عطينا واحد البصمة ديال العالم الجبس المغربي من الديكور، من بالنسبه لهاد النجيمات هادو بالنسبه للهلال بالنيو وبالليد ديالو، وهاد النجيمات حتى هي بالنيو ديالها. وبالنسبه لهاد ليزار حتى هو بالنيو ديالو وبلي سبوت، يعني الديكور يعني في المستوى ما شاء الله. انا بالذاتي انا اللي خدمتو وخدامنا بواحد الطريقه تبارك الله زوينه اللي هي عجبتني انا كمعلم وكفنان اللي تفننت انا على هذا العمل. هذا الثمن ديال هذا الديكور هذا كيتراوح ما بين 150 درهم 160 درهم بالنسبه للصنايعي اللي كيخدم بيديه. مثلا الصنايعي اللي كيخدم بيديه الثمن ديالو 150 درهم 160 درهم. اما بالنسبه للناس الاخرين اللي كيخدموا بالنسبه للمعلمين الشكارى هذوك عندهم ثمن ديالهم خاص. وشكرا للمتابعين هاد القناه. ندوزوا للديكور ديال الصالون كيف غادي تشوفوا ان شاء الله معنا. هذا هو الصالون اللي غادي نهضروا عليه. هذا صالون خدمنا بسيركلات وفو بلافو اللي هو الحجم ديالو ديال 30 سنتيم، واللي هو بالنيو ديالو بالسبوت ديالو حتى هما بهاد الباندات وبهاد السيركلات. هاد الصالون هذا اخواني الكرام حتى كنا اختارين عليه واحد الديكور كاري شبه الديكور اللي غادي نشوفوه في المرح اللي فايت هضرنا عليه اللي بارطاجينا معكم في القناه، ولكن غادي ندوزو نشوفوه. ولكن حكم ان عندنا الشكودر في الصالون كاينه الشكوديره بالنسبه ل فاش جينا خدمنا هذوك الفوبلافو ديال الجناب مع دوك المربعات ما عطاوناش في كيبان لينا الديبو، ولهذا اختارينا السيركلات باش كيقتلوا لينا داك العيب. يعني السيركل يعني كيقتل العيب ديال الديكور. اي فيما مثلا بالنسبه للكليان اي محل مثلا عندهم تشكوديره مثلا لوجيه او محل كبير من هنا او صغير من جهه اخرى، ضروري خصك تلعب على الديكور ديال السيركلات. هذاك هو اللي كيقتل اللعيب. بالنسبه للديكور هذا حتى هو ما بين 160 درهم 170 درهم. هذا هو الثمن ديال الديكور هذا بالسلعه ديالو، يعني المتر كاري، يعني بالنسبه للمتر كاري. هذا ما بين صالون والمراح كاين فندق، هذه هي التقويسه اللي خدمنا عليها هي هذه تبارك الله ما شاء الله، اللي هي عطينا واحد البصمه ديالنا ديال عالم الجبس المغربي، اللي خدينا واحد النموذج من وخدمنا عليه، ولكن زدنا التحسينات ديالنا، يعني التحسينات ديالي انا ديال هاد القوس هذه. وربما راه انت غادي المشاهد هو غادي يشوف وغادي يشوف الفرق ديال هاد القوس هذا، يعني دخول وقلاب وبحات واش بغا يتلقى مثلا نفس هاد الشكل هذا. بالنسبه لهاد الثمن ديال هاد القوس هذا بالنسبه لنا اللي حطيت هذوك المميزات اللي ضفت
من عندي، وبالنسبه للوقت ديالو، بالنسبه لهذوك السيركلات، بالنسبه لهذوك لي باندات، بالنسبه للوقت ديالو الثمن باش هاد نتو انا اللي هي 1500 درهم، ولكن الثمن ديالو هو بالنسبه ل بوحدو اذا بيت حتى هو مثلا اذا بيت حد الثمن ديالو كيكون زايد، يعني يتراوح الثمن ديالو الخاص ما بين 2000 درهم حتى 2500 درهم لهاد التقويزه هادي. هذا هو الديكور اللي فيت هضرنا عليه وبارطاجينا معكم في القناه، اللي هو ما بين الثمن ديالو ما بين 160 درهم حتى 170 درهم، حتى هو نفس اللي الناس اول مره غادي تشوف معنا في هذا الديكور هذا اللي ما شافوش في الفيديو الماضي، يعني كيف كتشوفوا حتى هو يعني دوبل ازار دوبل فوبلافو، بالنيو ديالو دوبل نيو على ثلاثه ديال المرات، اللي غادي يعطي في الانتهاء ديالو. حيت اشنو هو العمل؟ العمل هو ديال القباس، شكون كيكملو؟ كيكملو هو السبا. بالنسبه للكليان ديالي الناس اللي هما كيثيقوا فيا، انا كنتكلف بالصباغه ديال القبص، بالنسبه للصباغه ديال الحيطومه كيتكلفوا بها، ولكن بالنسبه للديكور ديال الصباغه ديال القبص انا اللي كنتكلف بها. وان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نبارطاجي معكم تاني نفس هذا الديكور هذا بعد ما ننتهي من الصباغه ديال، ماشي انا اللي كنشد الصباغه، انا كنعطيه الديكور اللي بي يتحط. يعني انا الديكور هذا ديال هاد المحلات هادو انا اللي حطيتهم، وانا اللي غادي نحط الصباغه ديالهم بالنسبه للقبس. وان شاء الله الرحمن الرحيم غادي تشاهدوا معنا بعد ما ينتهيو من الصباغه، ان شاء الله ما تمشيو معنا فين، باقي لينا واحد المحل اللي هو بيت الناس. هذا هو بيت الناس، هذا بيت الناس، هذا الديكور اختاره الكليان ديالي اللي هو جوالا، شاف هو اللي جاب لي الديكور هذا، هو اللي هاد الديكور هذا كيطرح ما بين 120 درهم 130 درهم، يعني ديكور خفيف، حتى هو فيه النيو ديالو بليزار ديال فوق بلافو، وبعد الديكور ديال الوسط توا بالديسبوت ديالو والنيو ديالو، يعني الثمن ديالو ما بين 120 درهم 130 درهم. هذا هو، وشكرا لكم، وكنتمنى الديكور ديالنا بالاعجاب ديالكم، واي ملاحظه ديروا لنا شي كومونتير، دعمونا وعطيونا شي ملاحظه، وشكرا لكم، وشكرا للمتابعين قناه العالم كل جبس المغربي، وان شاء الله الرحمن الرحيم وعيدنا فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم وشكرا لكم.